في عملية طعن وإطلاق نار نفذها ثلاثة شبان من بلدة قباطية جنوب جنين في باب العمود بالقدس المحتلة أسفرت عن مقتل مجندة وإصابة أخرى بجروح خطيرة. استشهد المنفذون الثلاثة. أطلقنا بسعادة إنسان شهيد وربنا اختاره من بين الناس ليكون شهيد والله يسامحه، ونتمنى أنه يكون من أهل الجنة إن شاء الله. الحمد لله على كل حال.